البيتكوين يشهد نزيف قوي، هدف سريع وضغط قوي من مناطق المقاومة، فخسرنا 78 فيبوناتشي وتطورات حاسمة لسوق الكريبتو، أوضاع سياسية عمال بتتسارع، الحذر من الساعات القادمة. أيضا صديقي خسرنا مناطق الدعم 65,000، كانت نقطة قوية جدا، وماذا ينتظرنا بسوق الكريبتو. إذا كنت أول مرة عمال بتتابعني، لا تنسى تنضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو لتحصل على أهم ميزاتنا بالقناة. صديقي إذا ما كنت عمال بتتابعني، ضيعت على نفسك فرص كثيرة لتاخذ أهم الفرص، الصفقات المجانية كريبتو وفوركس. اتكلمنا يا صديقي بالسابق، اذا عدنا اسفل هاي القناة الهابطة على الاطار اليومي، بيكون هذا الاختراق كاذب. يعني اذا خسرنا مناطق 65,000 راح يكون امر سلبي، وهذا اللي حصل بالضبط. لاحظ صديقي الشمعة الحمراء، الآن نحن بمنطقة عند المتوسط 200، وايضا منطقة حرجة جدا. لاحظ صديقي بالسابق تم الارتداد من هذا الترند من الهابط، وللأسف لامسنا القاع. وطبعا صديقي بالتأكيد العملات البديلة عم تنزف مع البيتكوين، مع الهبوط أيضا بمؤشر القوة النسبية. بيتبقى عنا صديقي مناطق 63,500، أيضا منطقة الدعم الكبير مناطق 62,500. لازم ما ننسى في عنا فجوة سعرية بمنطقة 53,000. أيضا صديقي عنا كمية من الأموال المجمعة في منطقة 62,300. ممكن البيتكوين يستحوذ على هاي السيولة، وإذا خسرنا المنطقة الذهبية 62,500. وطبعا صديقي بالتأكيد الأحداث العالمية لها دور كبير بتحريك سعر البيتكوين أيضا وسعر الذهب. صديقي بتمنى منك تكون حذر بهاي الساعات بالضبط، وتبتعد عن الصفقات العقود الآجلة. وطبعا صديقي إذا مننتقل لنشوف قناة التليجرام، نحن استغلينا حركة التذبذب اللي صارت بالسوق، وحققنا ربح أكثر من 100 نقطة بتداولنا على النفط. طبعا صديقي إذا كنت بتفضل أهم الصفقات الفوركس المجانية، ما عليك صديقي إلا تنضم لوكالتنا عن طريق الرابط اللي بأسفل الفيديو بمنصة أكسنز. وإذا كنت استفدت من هذا المحتوى، لا تنسى صديقي تعمل لايك واشتراك لحتى أتأكد عمالي بيصلك كل مفيد.